السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد محمد النحاس، مدرس واستشاري العلاج الطبيعي للأطفال بجامعة القاهرة، ومنتدب حاليا بجامعة حورس بدمياط الجديدة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الموضوع الرابع والأخير في مقرر التست أند ميجرمز، اللي هو موضوع لونج أند راوند ميجرمنت. زي ما اتفقنا في أول المقرر، إن المقرر بتاعنا بينقسم لأربع أقسام أساسية. القسم الأول كان المانيوال ماسل تيستينج، القسم الثاني اللي هو الجونيومتري او رينج اوف موشن اسسمنت، والقسم الثالث اللي هو ماسل لينث تيستينج استخدمنا فيه برضو الجونيومتر، والقسم الرابع والاخير اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله اللي هو لونج اند راوند ميجرمنت. اهداف محاضره النهارده ان حضرتك ان شاء الله بعد المحاضره لازم تقدر تكون عارف كويس وتقدر تعمل ابلكيشن للتيستس فور ليج لينث ديسكريبنسي الجيرث ميجرمنت. اول حاجه هنتكلم على اللونج ميجرمنت. لونج ميجرمنت ليه اسماء تانية اخرى اللي هو limb length assessment او التست فور ليج لينث ديسكريبنسي. امتى بنعمل التست ده؟ لو حضرتك لاحظت من خلال الاوبزرفيشن على البيشنت ان انت شاكك ان في رجل اطول من رجل لور ليمب. طبعا هو ممكن يستخدم برضه في الابر ليمب، بس اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله بالتفصيل عن اللور ليمب. فلو حضرتك شكيت ان في رجل اعصر من رجل، ضروري تطبق التست ده. طبعا القصر الفلور ليمب ده ممكن يكون قصر حقيقي، يعني قصر نتيجة اختلاف طول البونز بتاعت اللور ليمب سواء فيمر او تيبيا، او قصر غير حقيقي بنسميه apparent leg length discrepancy. في الغالب بيكون نتيجة مشكلة في soft tissue contracture او pelvic obliquity. اول حاجة انا هقيس عن طريق التيب ميجر او المزورة، احاول اتاكد هل في فرق حقيقي فعلا في طول lower limb between both sides ولا لا. فهقيس المسافه between the anterior superior iliac spine لغايه الميديال مايولس of the same limb واقارنها بالليمب التاني. طب ناس هتسال اشمعنى الميديال مايولس؟ هنشوف الفيجر اللي جاي ده ونجاوب على السؤال ده. ده زي ما قلنا من الانتيريو سوبيريو اليك سباين لغايه الميديال مالوس. قديما كانوا بيعتبروا الميديال مالوس البوينت دي مور ريلايبل، لان هي مرتبطه بالتيبيا، والتيبيا هي الويت بيرنج بون الاساسيه بتاعتنا، فعشان كده بيقيس الميديال مالوس. بس للاسف وسيله القياس دي فيها مشكله، ان كده التيب هيلف حوالين اللور ليمب، طبعا كده هيتاثر بالاتروفي او الماسل كونتور سواء هايبرتروفي او اتروفي او لو في سويلنج، ده هيأثر في القياس. عشان كده حديثا قالوا ممكن نقيس من الانتيريور سوبيريو اليك سباين لغايه اللاترال مانيولس. طبعا عشان نعمل قياس دقيق مش لازم احط طرف المزوره او التيب فوق الانتيريور سوبيريو اليك سباين بالظبط، لا انا ممكن بحطها في الكونكيفيتي اللي هي موجوده على طول تحت جاست بيلو الانتيريور سوبيريو اليك سباين، عشان لما اجي اضغط على البدايه بتاعه التيب ما يحصلش سلايدنج للتيب والقياس يطلع خاطئ. هقيس المسافه في الرجل اليمين والشمال واشوف الاثنين زي بعض ولا لا، لو طلع في ديفرنس يبقى فيه ليج لينث ديسكريبنسي. طيب انا كده قست الهول ليج لينث وطلع فيه فرق ترو ليج لينث ديسكريبنسي، عاوز دلوقتي اعرف الفرق ده هل هو في الفيمر ولا التيبيا. اول حاجه عن طريق اوبزرفيشن بكل بساطه هنايم البيشنت كروك لاينج بوزيشن او هوك لاين بوزيشن، بيبقى نايم سباين وفي فليكشن في الهيب والني، واشوف الهايت بتاع البوث نيز. لو طلع عنده from anterior view
عامل اوبزرفيشن فروم انتيرو فيو. لو في ركبه اعلى من الثانيه يبقى التيبيا اللي ناحيه الركبه دي اطول من التيبيا الثانيه. طب لو عاوز اتاكد من خلال الاوبزرفيشن البيشنت ده عنده فرق او فرق بتوين اللينث بتاع الفيمر بتوين البوث سايدز ولا لا من نفس الوضع اللي هو كروكلاين بوزيشن، هعمل اوبزرفيشن للهايت او البوزيشن اوف ذا ني فروم لاترال فيو. لو في ركبه طالعه قدام اكتر من الركبه الثانيه يبقى الفيمر اللي في نفس اللمب اللي فيه الركبه دي يكون اطول من الفيمر الثانيه. يبقى لو في ركبه بروجكتد مور انتيريورلي ذان ذا انذر ني يبقى الفيمر في الناحيه دي بيكون اطول. يبقى في حاله الصوره اللي قدامنا بيكون الفيمر الشمال اطول من الفيمر اليمين. طبعا اسباب الترو شورتنينج اوف لور لمب اسباب كتير، اشهرها البوليومايلايتس او لو البيشنت ده اتعرض لكسر خلال منطقه الابيفيزيال بليت او جروث سنتر بتاع لونج بونز وهو صغير. كده اتكلمنا ازاي نفرق الطول ده او فرق الطول ده كان في الفيمر ولا التبيا عن طريق اوبزرفيشن. طب لو انا عاوز اتاكد اكتر بقى كتيست واقيس عن طريق التيب، هنستخدم حاجه اسمها سيجمنتال ليج لينث ميجرمنت. فانا لو هشوف في مشكله على مستوى الهيب اللي هي بنسميها كوكسا فيرا، بنقيس فروم الهاي بوينت اون ذا ايليا كريست لغايه الجريتر فالكانتر. طيب لو الفرق ده في الفيمر، عاوز اشوف الفيمورال لينث، بقيس من الجريتر تروكانتر لغايه اللاترال ني جوينت لاين. طيب لو عاوز اقيس التيبيال لينث، بقيس من الميديال ني جوينت لاين لغايه الميديال ماليورس. ده انذر كلينيكال تيست باي اوبزرفيشن عشان اتاكد في فرق في الطول في البوث فيمر بتوين البوث فيمرز ولا لا. البيشنت بوزيشن بيبقى سوباين، هيب فليكشن 90، ني فليكشن 90. والثيرابيست ديتكت الليفل اوف بوث نيز عن طريق اوبزرفيشن. لو في ركبه طالعه فوق اكتر من الثانيه يبقى الليمب اللي في الركبه اللي ناحيه الركبه دي بيكون الفيمر اطول من الفيمر الثانيه. ده بسميه هيب فليكشن تيست فور فيمورال شورتنينج. Another clinical test for tibial length. The patient position هيبقى prone position والknee flexed 90 degrees. المرة دي الثيرابيست هيبص على levels of both heels. لو في كعب طالع أكتر من التاني يبقى التيبيا اللي ناحية الكعب ده بتكون أطول من التيبيا التانية. ده بسميه prone knee flexion test for tibial shortening. طيب احنا قسنا على البيشنت ما طلعش فيه ترو ليج لينث ديسكريبنسي عن طريق القياس او الاوبزرفيشن، بس انا شاكك من البدايه ان في فرق في الطول. فبعد ما اكون اتاكدت ان ما فيش ترو ليج لينث ديسكريبنسي، المره دي هحاول اتاكد واشوف عنده ابارنت ليج لينث ديسكريبنسي. الابارنت ليه اسباب كتير، من ضمنها البلفيك اوبليكتي. لو في اوبليكتي في البلفيس ممكن تديني ايحاء او منظر ان اللور لمب اطول من الثاني، او لو البيشنت عنده ادكشن او فليكشن ديفورميتي اوف ذا هيب جوينت. طيب ديورنج انسبكشن او اوبزرفيشن البلفيك اوبليكتي بتبقى واضحه عن طريق ان الليفلز اوف انتيرو او بوستيرو اليك سباين ما بيكونوش at the same level، يكون uneven levels during standing or weight bearing. علشان اقيس apparent leg length discrepancy، ال patient بيبقى نايم supine وال hip في neutral position، مفيش abduction ولا adduction ولا rotation، both lower limbs at the same alignment. واقيس المرة دي المسافة البروكسيمال بوينت من الامبليكس او الزيف ستيرنال جانكتشر، والديستال بوينت هتكون الميديال ماليولس. يبقى انا بقيس من نون فيكسد بوينت
لغاية fixed point وأعمل comparison between both lower limb. لو طلع في فرق في القياس يبقى ده راجع ل apparent leg length discrepancy. بكده بنكون انتهينا من اللونج ميجرمنت. دلوقتي هنتكلم على الراوند ميجرمنت. الراوند ميجرمنت او بنسميه اسم تاني اللي هو جيرث ميجرمنت، ده بقيس المحيط بتاع الليمب. ميجرمنت اوف ليمب سيركمفرنس، هدفي من القياس ده غالبا يا اما عاوز اشوف الماسل بالك سواء اتروفي او هايبرتروفي واقارنها بالكونترالاترال سايد، او اشوف الجوينت فيه سويلنج او فيوجن ولا لا. وطبعا في استخدامات اخرى ممكن نستخدمها في الاسبيراتوري تيست. هنضرب اكزامبل باللور ليمب. الصوره اللي قدامنا بتوضح جيرث ميجرمنت او راوند ميجرمنت فور كوادريسبس ماسل. اهم حاجه لازم بقيس على ليفل ثابت في كل مره بعمل فيه ري اسسمنت للبيشنت. لازم يبقى في ريفرنس بوينت، يبقى انا لازم احدد المسافه بتون التيب ميجر لغايه مثلا البيز اوف ذا باتيلا قد ايه. مره مثلا بقيس على بعد 10 سم باتيلا، ممكن اقيس على بعد 15. المهم لازم اعمل دوكيومنتيشن كويس كل مره انا قست عند انهي ليفل. نشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.